سعد اوقاتكم جميعا، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم فيديو جديد. اليوم راح نحكي عن مود الاكسترمينيشن الجديد، مود الابادة. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس ليوصلك كل شيء جديد وتحط لايك للفيديو، ويلا خلونا نبدأ. مبدئيا المود الجديد عبارة عن 5 مراحل. المرحلة الاولى والثانية منهم ستيج واحدة او قسم واحد، خلينا نقول الثالثة والرابعة والخامسة حتكون قسمين، تحتاج انه يكون عندك هنجرين لحتى تقدر تلعب هون. حاشرح كل واحدة فيهم شو المطلوب فيها لحتى تجيب الدايموند وكيف اسلوب لعبها بشكل سريع. فحعرض لكم جيوم او طريقة اللعب اللي انا لعبته وحتى جبتهم بشكل سريع لأول مهمتين لأنه سهلين، والثالثة بسيطة كمان، بس الرابعة والخامسة راح نتعمق فيهم. مبدئيا عندنا المرحلة الأولى، المطلوب فيها أنه تجيب 170 كيل، وطبعا كل مرحلة فيها بفات بيعطوك إياها. أول مرحلة في عندك زيادة سرعة مثل ما تكون شايفين هون، لتجيب الدايموند لازم تجيب 170 كيل. المرحلة الثانية في عندنا زيادة سرعة وزيادة دمج، والمطلوب فيها انه تخلص باسرع وقت ممكن ب4 دقائق لحتى تاخذ الذهبي، وبدك ما تخسر اكثر من روبوت واحد. اذا بتخسر اكثر من روبوت واحد راح تخسر الدايموند، اذا ما خسرت اكثر من روبوت راح تجيب الدايموند، بس طبعا بدك تجيبها ب4 دقائق. ننتقل للمرحلة الثالثة، كمان بدك تجيبها بأسرع وقت ممكن، معك 4 دقايق ونص لتخلصها، ولازم ما تخسر أكثر من 500,000 دمج، يعني ما لازم يضرروك أكثر من 500,000. القسم الثاني منها بستيج 2 عنا يا، طبعا في بفات هون اللي هي الدمج والسرعة وزيادة الدم، ما بعرف كيف رح يشتغلوا يعني بصراحة. القسم الثاني عندك بدك تجيب 2,000,000 دمج ما في وقت معين، بس بدك تنزل 3 روبوتات على الاقل على ارض المعركة، عندك زيادة دمج وسرعة ودم. المرحلة الاولى هون عندكم بسيطة جدا، ما بتحتاج اي تكتيك، اي روبوت عندك يا فيك تلعبه فيها، كل اللي عليك انك تجيب 170 كل والوقت مرتاح فيه، يعني باي روبوت عندك يا، حتى لو تعملت روبوتين وثلاثة واربعة وخمس روبوتات ما عندك مشكلة، فبسيطة جدا بتخلصها ايزي عاد انت مرتاح. والعدد يعني الخصم فيها سهل، بس العناكب اللي هي بتعمل دائرة دمج حواليها اذا ضليت بعيد عنهم ما بتتدمج. في كمان الراجمات من بعيد، هدول لازم اول شي تركز عليهم لانه دمجهم عالي جدا عالي. طبعا بهاي المرحلة ما حيكون دمجون كتير، بس بالمراحل القادمة بيبين دمجون اكتر، فبس انه ركز عليهم اول شيء. غير ما هنالك ما في شيء صعب، يعني الباقي كله ايزي يعني. فبس حبيت اعرض لكم الجيم بلاي مشان تاخذوا هيك فكرة. طبعا انا هون عم بلعب بالتايفون، التايفون حتى لو وقفت بنصه ما بيصله شيء جبار. هاي مثل ما لكم شايفين النقاط اللي جبتها، الدمج اللي جبته 254 كل جبت. هاي الجوائز تبع المرحلة، جوائز جيدات بصراحة، يعني بما انه فيك تجرب قد ما بدك لا محدود، فجيدات جدا. ضل حاول لحتى تجيبها كاملة وتاخد كل الجوائز. بننتقل مباشرة على الستيج اللي بعد منه او المرحلة الثانية، طبعا مثل ما حكينا بدنا نخلصها ب4 دقايق وما نخسر اكثر من روبوت. طبعا هذا الجيم الثاني او المرحلة الثانية لعبتها بالسيراف. دائما حاولوا يا شباب اي روبوت عم تلعبوا فيه استعملوا مبدأ انك تفضي سلاح وتترك سلاح، يعني بحيث تضرب بالتناوب، ما تخلي عندك فترة ريلود، يعني هون دائما في عندك شيء وعناكب جايين عليك، فبيهمك انه يكون دائما في معك اسلحة تضرب فيها. باي روبوت كنت عم تلعب فيه او اي سلاح كنت عم تلعب فيه حاول اعمل تتابع بيناتهم، تضرب بالاول تفضيه بعد منه تضرب بالثاني. هذا الاسلوب بهذا المود كتير مفيد،
حتى بالجيمات العادية مفيد، لكن هون بفيدك أكتر شيء يعني. فمثل ما لكم شايفين السراف بس طلع بخاصيته بفرتكن وخلصت الجيم بسرعة وما خسرت فيه وجبنا الدمج مثل ما لكم شايفين. فايزي جدا يعني، حتى هذا الثاني لسه ايزي اكتر من الاول. اهم شيء انك ما تخسر اكتر من روبوت بهذا المود وتجيبه باربع دقائق. ننتقل مباشرة، هي الجوائز تبعه كمان جوائز جيدة، هي 100 قطعة بلاتينيوم كمان اذا جبتها بلاتيني. على الماتش الثالث او المرحلة الثالثة، القسم الاول منها بدنا نجيبه باربع دقائق ونص، ما لازم نتضرر اكتر من 500 ألف. القسم الثاني طبعا مثل ما حكينا بدنا نجيب 2,000,000 وبدنا ننزل 3 روبوتات. للاسف انا كنت فهمانه غلط، كنت فكر اني ما بدي اخسر 3 روبوتات، فما بدلت روبوتي ولعبت بروبوت واحد فجبتها جولد. بس قلت بعرض لكم الجيم كرمال تشوفوه. بالمرحله الاولى نزلت بالتايفون طبعا المفضل لدي، بصراحه اثبت فعاليته جدا جدا بهذا المود، خاصة بالمراحل المتقدمة بتشوفوا بالقسم الثاني من الفيديو. بدك تديروا بالكم من العناكب الجديدة هي اللي بتضرب تلج. أول ما تنزل حاول تبعد عنها لأنه زخمها جدا عالي ودمجها لئيم، فإذا كنت قريب منها بتذبحك. حاول تلعب معها مع مدى من مدى أكثر من 300 لأنه دمجها مثل ما قلت لكم قوي. وبس خلص زخمه ما في مشكلة، بصير بيضرب بسيط يعني. في عندكم العنكبوت الثاني اللي هو الشوتجان وبيعمل دائرة سندر، هذا حاول تضل بس بعيد عنه ووضع ايزي يعني. مثل ما انتم شايفين خلص الجيم، طبعا ما دمجوني شيء لانه التايفون عليه درع، فالضرر على الدرع ما بينحسب، فحاولوا انتم تاخذوا روبوت يكون له درع. ننتقل القسم الثاني منها او المرحله الثانيه. طبعا مثل ما قلت لكم انا كنت فهمان وغلط، كنت فهمان انه ما لازم اخسر روبوتي، انه ما اخسر 3 روبوتات، فكنت محافظ عليه ولعبت فيه طول الجيم. كان كل هدفي انه خلص بدي اجيب 2,000,000 دمج وخلصت. هي هي طبعا الفنرير هون نزلت فيه لانه بعرف بيجيب لي دمج محرز، بس اول طلعه ما عملوا لي دمج كتير على الشيلد فما قوي سلاحي، فاضطريت اني انزل مرة تانية وارجع اطلع فيه لحتى دمجوني منيح الدرع لحتى اقوي البلت ان وبن صار يفرتكم فرتكة. فبس كان غلطي بهون اني لعبت فيه طول المعركة ما بدلت. اهم شيء انك تبدل 3 روبوتات، يعني تنزل باول روبوت، اذا مات تنزل بالثاني، اذا مات تنزل بالثالث. اهم شيء انك تنزل ب3 روبوتات عادي، نزلت باربعة بخمسة ما في مشكلة، المهم اكثر من 3. شغلة تانية مهمة كمان، لازم يكون الروبوتات عليهم طيارين ضروري لحتى تنحسب المهمة. وبس هذا كان الفيديو لليوم. القسم الثاني من الشرح حيكون فيديو منفصل مشان ما اطول عليكم الفيديو. اذا فدتكم واستمتعتوا لا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد. نشوفكم على خير بالقسم الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.